هل تدري ان معظم العاب الفيديو بيكون دائما فيها اشياء او الغاز مخفية فيها؟ وهل الغاز ما بتكون ظاهرة للجميع؟ لا، بل فقط نسبة قليلة من اللاعبين بيكتشفوها، ودائما بتكون اشياء جدا غريبة وما تخطر على بال اي احد. فهذا موضوع فيديو اليوم، رح نتكلم عن اغرب 10 الغاز في تاريخ العاب الفيديو. فيلا خلينا نبدأ. قبل لا نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز في $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو خليل، إن شاء الله ألف مبروك. والجيفوي الشهري الجديد أيضا $500 بس رح تتوزع على 5 فائزين. فإذا ودك تدخل بفرصة الفوز، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية ريزر، واللي تتميز بصناعة إكسسوارات الألعاب بجودة جدا عالية مثل السماعات، كيبوردات، كنترولرز وغيرهم. بس احد اهم القطع اللي تتميز فيها ريزر هي ماوسات الجيمينج، نفس ماوس ريزر فايبر V2 برو، وهذا الماوس مصمم للمحترفين، لان اولا بيتميز بحجمه الخفيف 58 جرام، وبيتميز ايضا بسنسر سرعته 30,000 DPI، وتقدر تتحكم في السرعه عن طريق زرف الماوس. والماوس بيدعم ميزه الاوبتيكال سويتش اللي بتعطي حساسيه جدا عاليه لضغطات الازرار. والماوس طبعا وايرلس بسرعه الهايبر سبيد، وشحنه بيستمر الى 80 ساعة. وعنا ايضا ماوس ثاني من ريزر واللي هو ديث ادر V3 برو، واللي بيدعم نفس المميزات الرهيبة بس وزنه اثقل شوي، وبيستمر الى 90 ساعة شحن. وعشان تستفيد من ماوس الجيمينج فرح تحتاج ماوس باد، وريزر بتوفر لك اكثر من ماوس باد وكلهم بجودة رائعة. فاذا ودك تعرف معلومات اكثر فشيك الرابط اللي موجود في الاسفل، ويلا خلنا نبدأ في الفيديو. طيب خلنا نبدأ في المرتبة العاشرة مع اللغز جدا رهيب في لعبة Battlefield 5. طبعا معروف ان العاب Battlefield دائما فيها كثير الغاز، بس احد افضل الالغاز في اللعبه هو لغز سمك القرش، شفناه في باتلفيلد 4 وباتلفيلد 1، وتكلمت عنهم الاثنين في فيديوهات الغاز قديمه. بس في لعبه باتلفيلد 5 لغز سمك القرش جدا مجنون. عشان تبدا اللغز لازم وانت في قائمه اللعبه تضغط سهم لفوق في يد البلاي ستيشن بهذا الترتيب اللي شايفينه قدامكم على الشاشه، واذا سويتها صح راح تسمع موسيقى اشتغلت وراح يطلع لك طور جديد تقدر تدخل عليه. لازم تدخل هذا الطور انت وثلاثة من اصحابك. اول ما يبدأ الجيم راح تلاقي تماثيل غريبة قاعدة تضحك، الحق التماثيل وراح يوجهوك لعند راديو، والراديو راح يشغل شيفرة مورس كود. احفظ او سجل الشيفرة لان راح تحتاجها بعدين. بعد كذا راح تلاقي في اشارة في السماء طلعت ومكتوب عليها move here، فلازم تطلع على السماء عشان توصل لهذه الاشارة. وفي اللعبة في خاصية تسمح لك تبني درج، فلازم الاربعة لاعبين يعمروا درج الى قمة السماء، لازم تعمروا لمدة 50 دقيقة، وبس تقربوا على القمة راح تجي طيارات انتحارية تحاول تقتلكم. وبس توصل اخر شيء اللعبة ما راح تسمح لك تبني، لازم تمشي على أحجار مخفية، وشيفرة مورس كود اللي سجلتوها من الراديو في البداية المفروض تدلك على أماكن الأحجار المخفية. وبس تعدوها لازم الأربعة لاعبين يضغطوا مربع كلهم على السماء بنفس الوقت، ورح يصير هذا الشيء. هذا اللغز تم اكتشافه بعد 2 سنين من نزول اللعبة، وبس تحله راح ينفتح لك احد اندر السكنات في اللعبة. في المرتبة التاسعة عنا لغز راح يخليك تلعب لعبة في داخل لعبة ثانية، واللغز موجود في لعبة الزومبي داينج لايت 2. اللعبة بنظام العالم المفتوح، فتقدر تلف وتمشي في عالمها الكبير على راحتك. بس في احد العمارات في اللعبة في شخص لقى خزنة، وبداخل الخزنة في دمية بطة ولون عيونها احمر. نشر هذا الشيء على الانترنت وراح رد عليه شخص وقال انه هو ايضا لقى بطة في بوك سري موجود تحت المي. فصاروا كل اللاعبين يدوروا في عالم اللعبة وقدروا يحصلوا 6 بطات، وبس تجمعهم كلهم راح ينفتح باب سري كان مغلق قبل. ورا الباب راح تلاقي مصعد، لو دخلت عليه راح يوصل
حيوديك إلى تحت الأرض، وتحت الأرض رح تلاقي غرفة أجواءها نار وبراكين، وفي الغرفة رح تلاقي 6 طاولات متوزعة عليها. رح تقدر تحط كل بطة من ال6 بطات في أحد الطاولات، وبس تحط كل البطات رح يطلع لك سلاح سري في النص. بس تروح وتضغط عليه مربع، اللعبة عندك رح تتحول في الكامل إلى لعبة دوم الكلاسيكية. لعبة دوم هي من أول ألعاب الأكشن والشوتر في التاريخ، وأجواء اللعبة نار وبراكين، عشان كذا مسوين أجواء الغرفة كذا. في المرتبة 8 عنا لغز رح يخليك تختم لعبة قبل لا تبدأها أصلا، واللغز في لعبة فار كراي 5. ألعاب فار كراي تتميز دائما بقصصها وبالأشرار اللي فيها اللي لازم تتغلب عليهم. في الجزء 5 فار كراي 5 بيكون الشرير قص في كنيسة عنصرية وعنده أتباع طائفة بيعبدوه، وبيكون شرير وبيرتكب عدة جرائم. المهم في أول مهمة في اللعبة بتكون بتلعب بشخصية شرطي ولازم تيجي على الكنيسة وتلقي القبض عليه، وفعلا بتسوي هذا الشيء وبتاخذ على الهليكوبتر عشان تطلع من مدينته. بس بعدين أتباعها بيهجموا على الهليكوبتر وبيدمروها وبينقذوا سيدهم، وبيصيروا يحاولوا يقتلوا شخصيتك الشرطي والناس اللي معاك، وهذه أحداث اللعبة كلها. لازم تظل عايش في المدينة وتحاول ترسل رسالة إلى الشرطة عشان يجوا يساعدوك، والمدينة كلها رح يحاولوا يقتلوك لأنهم كلهم أتباع هذا القص. طيب وين اللغز في الموضوع؟ في بداية المهمة الأولى لما تجي عشان تلقي القبض على هذا القص، اللعبة رح تعطيك خيار اضغط اكس عشان تلقي القبض عليه. فلو ما ضغط اكس وضليت 2 دقيقة ما سويت اي شيء فرح يصير كذا. We're leaving, Rook. What the fuck are you doing? Sheriff, get back there. Shut up and listen. You put those cuffs on him. None of us get out of here alive. مثل ما شفتوا الكابتن رح يمنعك ورح يقلك لو ألقينا القبض عليه فكلنا رح نموت، وكلامه صح لأن أحداث اللعبة رح تبدأ وقت تحاول تلقي القبض عليه. وبس مبروك عليك ختمت اللعبة ورح تطلع لك أغنية النهاية. في المرتبة 7 عنا لغز جدا غريب في لعبة توم برايدر، بس مو لعبة توم برايدر الجديدة ولا اللي قبلها، لا بل لعبة توم برايدر 4 اللي نزلت عام 1999 على البلاي ستيشن 1. واللغز الغريب في اللعبة تم اكتشافها عام 2011، أي بعد نزول اللعبة ب 12 سنة. أحداث ومراحل اللعبة بتكون في مصر في الأهرامات، ففي أجواء الفراعنة والألغاز وهالكلام كله. فالمهم بعد الانتهاء من ثاني مرحلة في اللعبة راح تنزل من الهرم ولازم تكمل الطريق لقدام، وما تقدر تروح أي مكان ثاني. لو حاولت تروح على اليسار فراح توقع وتموت. بس أحد الأشخاص قدر يهكر ملفات اللعبة على الكمبيوتر وقدر أنه يحول مكان شخصيته إلى الهضبة اللي موجودة على اليسار، يلي في اللعبة الطبيعي ما تقدر توصلها. وبجانب الهضبة لقى هذه الغرفة السرية اللي مخفية ورا الجبل، وقدر أنه يدخل للغرفة وشكلها جدا غريب ومخيف صراحة، اللي مرسوم على الحيط كأنه تمثال لأحد الفراعنة، شكله جدا غريب ومطبوع على جميع أنحاء الغرفة. وما حد عرف إيش الهدف من هذا اللغز الغريب، وأصلا 99% من اللاعبين ما شافوه لأنه ما تقدر تشوفه إلا إذا هكرت اللعبة حرفيا. في المرتبة 6 عنا أكثر لعبة فيها ألغاز في التاريخ، واللي هي لعبة Goat Simulator أو محاكي المعزة. اللعبة جدا بسيطة، تلعب بمعزة أو خروف بعالم مفتوح، وتقدر تكسر وتفجر وتسوي كثير أشياء في عالمها. بس الشيء الحلو في اللعبة هو الألغاز. في لغز بيخلي المعزة تنخطف من الفضائيين، في لغز راح تفجر فيه قنبلة نووية، ولغز للعبة Assassin's Creed، ولغز تقدر تشوف فيه فيلم في السينما، وكثير غيرهم. بس أفضل لغز في اللعبة من وجهة نظري هو لغز السيرفرات. في معظم شركات الألعاب بيكون دائما عندهم غرفة خاصة للسيرفرات، وهالسيرفرات بتخلي اللعبة تشتغل أونلاين في جميع أنحاء العالم. ففي لعبة Goat Simulator رح تلاقي غرفة خاصة للسيرفرات، ولو قررت تكسرها وتدمرها نفس اللي بتسويه في اللعبة عادة فاللعبة رح تخرب عليك حرفيا. رح تلاقي ألوان غريبة قاعدة تطلع، ولو كملت تكسير اللعبة كلها رح تعلق ويطلع لك ايرور، وبعدها رح يطردك من اللعبة في الكامل.
اللي سوى هاللغز في اللعبة ذكي صراحة، يعني قصده انه هذه غرفة السيرفرات الخاصة للعبة جوت سيميليتر، فانت لما دمرتها اللعبة خربت عليك. في المرتبة الخامسة عندنا لغز في لعبة Call of Duty Black Ops 4 وبالتحديد طور الزومبيز، وهذا اللغز تم اكتشافه بعد 5 سنوات من نزول اللعبة، ومن صعوبته ما تم اكتشافه من لاعب عادي، لا بل من هكر، شخص هكر ملفات اللعبة واكتشف هذا اللغز السري. في أحد مراحل الزومبي في اللعبة موجود على سفينة في البحر، وفي داخلها راح تلاقي 4 ساعات منتشرة على الحيط في أرجاء السفينة، فلعليك تسويه إنك تجيب ورقة وقلم وتسجل كم الساعة في جميع الساعات. بعدين لو بتجي على غرفة القبطان راح تلاقي فيه 4 دواليب، كل دولاب لازم توجهها بنفس اتجاه العقرب القصير في الساعات. بعدين في 4 دواليب ثانية منتشرة في الخريطة، ولازم توجه كل دولاب على عقرب الدقائق الطويل اللي موجود في 4 ساعات كلها. بعدين راح تلاقي انه في انحاء الخريطة في قطع هيكل عظمي متوزعة وتقدر تاخذها، بس تاخذهم لازم تضرب هذه الخزنة وراح ينزل منها هذا الجهاز. استعمل هذا الجهاز عشان تفتح 4 خزنات ثانية في الخريطة، وحط كل قطعة من قطع الهيكل العظمي في هذه الخزنات. بعدين لازم توقف هنا وتمشي نفس ما انا قاعد امشي بالخطوة، لو ضوعت خطوة واحدة راح يخرب اللغز، وبس توصل هنا هذا الشيء اللي راح يصير. وبس هذا اللي راح يصير، راح تركب مع هيكل عظمي وراح يطير فيك حوالين السفينة. هذا اللغز راح ياخد منك 2 ساعة على الأقل في اللعبة عشان تسويه. في المرتبة الرابعة في لغز راح يخليك تتخطى مهمة جدا صعبة في لعبة Resident Evil 4 Remake. في أحد أول مهمات في اللعبة راح تدخل على قرية جميع سكانها مريضين بمرض بيخليهم متوحشين، فراح يهجموا عليك ويحاولوا يقتلوك، وانت لازم تهرب منهم وتحاول تظل عايش على بين ما يطلع صوت جرس الكنيسة. أول ما يرن جرس الكنيسة جميع السكان راح ينتبهوا على الجرس ويروحوا عليه وراح خلوك وتكون خلاص عديت هالمهمة بنجاح. طبعا المهمة جدا صعبة، بالذات لو عم تلعب اللعبة على المستوى الصعب، وبعض اللاعبين بيعيدوها مرة ومرتين وثلاثة حتى يفوزوا فيها. وفوق هذا كله راح يهجم عليك وحش كبير معاه منشار وجدا صعب انك تهرب منه او تقتله. طيب وين اللغز في الموضوع؟ المهمة ما رح تقدر تعديها إلا وقت يطلع صوت جرس الكنيسة، صح؟ فبكل بساطة على بداية المهمة خذ سلاح سنايبر وأيم على جرس الكنيسة واطلق عليه، ورح يطلع صوت الجرس وجميع سكان القرية رح يلحقوا الصوت ويتركوك لوحدك، ومبروك عليك خلصت هذه المهمة بثواني. في المرتبة الثالثة في خطأ من أحد مطورين ألعاب الفيديو تحول إلى لغز جدا مضحك. في أي لعبة فيديو كبيرة بتنزل بيكون دائما شغال عليها المئات من مطورين الألعاب، ومطورين الألعاب عادة بيحطوا ملاحظات لبعض في داخل اللعبة أثناء تطويرها، وبيكون الهدف منها تعديل بعض الأشياء في اللعبة. وهذا اللي صار مع أحد مطورين لعبة هيتمان بلاد ماني واللي اسمه ألين، واللي كان المسؤول عن كتابة بعض التفاصيل في اللعبة. فأحد المطورين كتب رسالة أو ملاحظة لألين على صندوق في مأكولات بحرية في داخل اللعبة، كتب له ألين please add more details، أو بالعربي ألين أرجوك أضف بعض المعلومات على هذا الصندوق، عشان اللاعب لما يمسك الصندوق يكون مكتوب له معلومات إنه إيش في هذا الصندوق. بس المشكلة إن ألين نسي إنه يضيف معلومات ونسي إنه يحذف هالجملة أصلا، فاللعبة نزلت مع هذه الجملة، يعني الآن بس تلعب اللعبة وتمسك هذا الصندوق راح تلاقي هالجملة. فمطورين لعبة هيتمان مسكوها على ألين وحولوا هذا الخطأ إلى لغز وحطوه في جميع ألعاب هيتمان، فوق 10 ألعاب. في لعبة هيتمان 2 راح تلاقي في ورقة على الطاولة مكتوب عليها ألين أرجوك أضف بعض المعلومات، وأيضا مكتوبة بشكل مخفي في البراميل تحت الأرض، وحطوها بشكل مخفي في إعلان لعبة هيتمان 2016، وأيضا بداخل اللعبة تقدر تلاقيها على الكمبيوتر. وفي لعبة هيتمان أبسولوشن لو جبت سكور مميز راح تطلع لك هالجملة، وموجودة في كثير أماكن ثانية في ألعاب هيتمان. فمطورين لعبة هيتمان خلوا ألين يندم على الساعة اللي سوى فيها هذا الخطأ.
في المرتبة الثانية عنا لغز مخيف ومضحك بنفس الوقت، واللغز في لعبة Metal Gear Solid 4. سلسلة ألعاب Metal Gear تعتبر من أقوى ألعاب الأكشن والجاسوسية في العالم، وأجواء اللعبة بشكل عام واقعية. يعني أنت في اللعبة بتكون جندي خاص ورح تقاتل بشر جنود، ما رح تقاتل وحوش أو أشباح أو شيء من هالكلام. بس أحد الأشخاص اكتشف لغز أشباح مخيف في Metal Gear Solid 4. في أحد المهمات في اللعبة رح تروح على مقر عسكري مهجور في الثلج، وهذا المقر مسكون بأشباح بس ما تقدر تشوفهم إلا عن طريق الكاميرا. شخصيتك عندها كاميرا رح يحتاجها في بعض المهمات، فأول ما توصل على المقر لو طلعت الكاميرا وأخذت صورة على الباب هنا فرح تشوف هذا الوجه في الصورة، ولو أخذت صورة للجبل بجانب المقر فرح تشوف وجه الشبح، وفي داخل المقر لو أخذت صورة هنا رح تشوفه، وأيضا تقدر تشوفه على السقف، وفي داخل هالغرفة تقدر تشوفه مرتين، أول مرة لو أخذت صورة هنا وثاني مرة لو أخذت صورة هنا رح تشوف وجه الشبح. بس دقيقة، هذا مو كأنه هيديو كوجيما صانع لعبة Metal Gear؟ إيه صحيح، وجميع وجوه الأشباح اللي شفتوها هم مطورين اللعبة، اللي اشتغلوا على اللعبة حطوا وجوههم كأشباح في اللعبة، وما في أي سبب لهذا الشيء، بس حبوا يستهبلوا على اللاعبين. في المرتبة الأولى عنا لغز جدا رهيب، بس مو في لعبة، لا بل في جهاز ألعاب، واللي هو جهاز الجيم كيوب من شركة نينتندو، واللي نزل عام 2001 أي من 22 سنة. الجهاز انشهر بشكل جدا كبير وقتها وباع فوق 20 مليون نسخة، وأكثر شيء يميز الجهاز وأكثر شيء خلى الناس يتذكروه هي موسيقى المقدمة اللي بتطلع أول ما تشغل الجهاز. طيب الجهاز نفسه فيه لغزين مخفيين، واللغزين في موسيقى المقدمة اللي سمعتوها من شوي. اللغز الأول 90% من اللاعبين اللي اشتروا الجهاز ما يعرفوه، واللي هو بكل بساطة أول ما تشغل الجهاز اضغط زر الزي على يد التحكم وخلك ضغطها، واللي رح يصير هو إن موسيقى المقدمة رح تتغير ورح تصير كذا. هذا اللغز اكتشفوه بعد شهور من نزول الجهاز. بس اللغز الثاني ما تم اكتشافه إلا بعد سنوات، واللي هو بكل بساطة اشبك 4 أجهزة تحكم في الجهاز واضغط زر الزد على جميع الأجهزة بنفس الوقت بعدين شغل الجهاز، ورح تسمع هذه الموسيقى. جدا عجبني اللغز صراحة، لأن نادرا ما نشوف لغز في جهاز ألعاب. وبكذا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، وأتمنى على النهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا في التعليقات إيش أكتر لغز عجبكم في الفيديو، ولا تنسوا تشيكوا على حساباتي على الإنستغرام وتيك توك، الروابط موجودة بالأسفل، أحمل هناك فيديوهات جيمين كثير. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.